في ليلة قد يولد سر الحكاية ليزرع في الدروب أول خطاها ويلبسها براءتها ويتحسس دفء الأمكنة فتحفر في ذاكرتها كل الوجوه وتكبر الحكاية بين الزوايا وتتقمص الأسماء والشخوص تقطف من الأيام والأزقة خلاصة الضحكات والدموع وترسم ظل قدها على صفحات العيون لتلهث الأحداث في ركبها فتكتمل اللوحة في رحلة القمر. سرى الليل يومياً في رمضان على تلفزيون الوطن.